مساء الخير على حضراتكم متابعي تلجراف مصر في كل مكان، معاكم مي الكناني وبث مباشر جديد من داخل محافظة الدقهلية. احنا موجودين معاكم بنتابع مع حضراتكم تفاصيل جديدة في واقع بنتابع مع حضراتكم تفاصيل جديدة في واقعة الفتاة اللي ألقت بنفسها من أعلى كوبري طلخة بمدينة المنصورة، وتم إنقاذها على إيد 3 من الشباب. للأسف واحد منهم توفى. بنتابع مع حضراتكم تفاصيل جديدة في واقعة الفتاة اللي ألقت بنفسها من أعلى كوبري طلخة بمدينة المنصورة، وتم إنقاذها على إيد 3 من الشباب، واحد منهم توفاه الله يوسف الله يرحمه. احنا معانا النهاردة كرم، واحد من الشباب اللي قدروا ينقذوا الفتاة ويخرجوها سليمة من المية. يحكي لنا كواليس الواقعة وبداية الواقعة كانت إزاي. أهلا بك يا فندم. انا اسمي كرم جابر غيث، 27 سنه، شغال في شركه النيل العامه للانشاء والطرق. والله انا كنت راجع من الشغل راكب ميكروباص، اثناء وانا راجع راكب الميكروباص وقف قدام الكوبري بالظبط، شفت حاجه كده الناس بتصوت غريق، حد رمى نفسه من على الكوبري، وانا تخيلت بيها كده حاجه بتنزل من على الكوبري كده من فوق. لا انا ما اعرفش، ما شفتش غير ما اعرفش ان هي بنت غير وانا عندها لما هي رمت نفسها. والله احنا 3 نزلنا قبل اي شيء. انا يعني اوجه رساله شكر للبطل الشهيد يوسف، ربنا يرحمه يا رب، بطل وقدوه ليا طبعا. وتاني حاجة الأستاذ وائل المنزلاوي، هو طبعا عنده إصابة في رجله، يعني كلمته كذا مرة عشان يجي يحضر معايا اللقاء، بس هو مش قادر، مصاب لسه من الحادثة وفقد متعلقاته الشخصية، وبرضك إيده برضه وجعاه برضه. فيعني قبل أي شيء أتوجه للناس دي بالشكر، لأنهم هم قدوتي ومثل الأعلى، يعني ربنا يرحمهم. وكنا نتمنى إن يوسف كان يبقى موجود معانا. يعني الأستاذ وائل هو اللي نزل أول شخص. الأستاذ وائل نزل، وبعد كده يوسف الشهيد يوسف ربنا يرحمه يا رب، وبعد كده أنا تالت شخص نزلت. المسافة كانت بعيدة عليهم جدا، لأن الموضوع ده كان في نص النيل. فأنا نزلت، وبعد ما نزلت معلش اسف. بعد بقى ممكن قولي بقى حاولت تنتبه زي ما هي كانت سايبه نفسها. هي نزلت من فوق كوبري مغمى عليها. مغمى عليها، هي كانت سايبه نفسها. الاستاذ وائل اول شخص وصل لها، وبعد كده يوسف، فلقيت الموضوع صعب عليهم جدا، وفي ناس كتير قوي واقفه تصور، ومحدش راضي ينزل. فقمت ما ترددتش لحظه، نزلت بكل متعلقات الشخصيه. كان خلاص الاستاذ وائل جاب اخره، ويوسف كان يعني خلاص وقع في الريم اللي هي الطحالب البحريه دي، هي دي سبب غرقه، ولفت على رجلينا برضك انا والاستاذ وائل، بس الحمد لله يعني ربنا كاتب لنا عمر وقدرنا نتخلص منها. بس هو عمر يوسف يعني ربنا يرحمه يا رب. لا مش في نص النيل، يعني قريب قوي من الشط على فكره، ما هوش بعيد، بس لا الطحالب بتاع البحر. ورد النيل لف على رجله. لا يا، من اول لحظه لاخر لحظه كان مغمى عليها. ايوه طبعا نصحناها وقلنا لها يعني روحك غاليه عليكي، وطبعا اتكلمنا معاها ونصحناها يعني، ويعني هي كانت مستجيبه يعني. والله يعني انا ما دخلتش معاها في تفاصيل يعني قوي يعني.
بس يعني كل اللي انا اتكلمت معاها قالت لي، يعني اتكلمت معاها انا والاستاذ وائل من اجل النصيحه يعني لوجه الله، يعني ما يعني ما تعمقتش معاها في الحديث قوي يعني. كان باين عليها. ايوه كان زعلان. ايوه انا متجوز. لا لسه ربنا ما يكرمك. لا انا مش برمي نفسي في الميه، انا نزل انقذ روح. يعني المواقف دي يعني انا في اي وضع، اهلي مربيني على كده، ويعني اهلي مربيني على كده، ويعني انا ما ترددتش في اي لحظه اللي انا اشوف اي حد اساعده، ما اقدرش ما اساعدهوش، لازم اساعده، لازم اساعده. لا هي جت مرة واحدة، واللي يعني اللي شجعني أكتر الناس يعني واقفة لا مبالاة. كان ناس كتير أوي واقفة تصور بالتليفون وسايبين لا حياة. يعني ربنا يرحمك يا يوسف يا رب. يعني أنا من ساعة الواقعة وأنا مش عارف أتلم على أعصابي بسبب يوسف. ربنا يرحمه. كان أيوه طبعا محدش حاول، وكان في ناس واقفه وقلع هدومها يعني مستعده ان هي تنزل، ومفيش. هو يوسف ربنا يرحمه يا رب، والاستاذ وائل هم دول قدوه ليا ومثل اعلى. والصراحه اتشجعت قوي لما الاتنين دول نزلوا. شجعوك ان انت كمان كنت. ايوه والله والدي فرح جدا والحمد لله، يعني وشجعني. ويعني الموقف ده من زمان في عيلتنا، يعني بيطلعوا ناس كتير، ويعني وخالي طبعا هو اللي معلمني العوم. لا مش اول موقف، لا خالي حصل لي موقف قبل كده في البحر عندنا في قرية سنفة مركز ميدغام. خالي محمد هو اللي معلمني العوم. خالي محمد هو اللي معلمني العوم. لا مش اول موقف، اتعرضت لكذا موقف قبل كده. اتعرضت لموقف كتير قبل كده. انا والله بقرا الفاتحه وبتوكل على الله وبقوم نازل وبقوم مطلعهم يعني. ونازل يعني انا قبل ما انزل يعني ما كانش فارق معايا، يعني انا كنت حاسس ان انا ما اطلعش، بس يعني كنت متوكل على ربنا ومتشاهد قبل ما انزل ومسلمها لله، فربنا نجاني يعني. ده هي اسباب كتير قوي يعني اللي خلتني اجي في المكان ده، يعني اسباب كتير قوي، من يعني مثلا رجوعي من الشغل في الوقت ده والتنسيق مع المديرين في الوقت ده، واوجه لهم رساله شكر يعني، واوجه يعني اليوم والاستاذ وائل رساله شكر. منزلاو. ايوه شفتهم شكروني والله، وشكروا الاستاذ وائل. اوجه الرساله لكل الشباب، يعني ما تحاولش تحت اي كلمه ضغط نفسي او اي حاجه، ما تحاولش تحت كلمه اي ضغط نفسي او اي حاجه انك تتخلص من حياتك. لازم تحافظ على روحك، لان روحك دي امانه من ربنا، ربنا مديها لك، لازم تحافظ عليها. فانصح كل الشباب ان انت تقرب من ربنا، وما تحاولش يعني تفكر في التفكيرات السلبيه دي، لان التفكيرات دي من الشيطان يعني. ويعني الحمد لله اللي احنا قدرنا ان انا قدرت اساعدهم، وكنت اتمنى ان انا اقدر اساعد يوسف، وحاولت اساعده انا والاستاذ وائل، بس هو شد الفنانه بتاعتي وشد ايده الاستاذ وائل وما قدرناش نساعده، وعملنا اللي علينا وزياده، وبرضه الناس كانت واقفه والناس رمت لينا خشبه، ويعني ما قدرناش نساعده. اعمل الخير، والعمر ده من ربنا، ربنا كتب خلق كل انسان مننا وكاتب
هيموت ازاي وامتى، فما تفكرش، الاعمار بايد الله. انا فكرت فيها كده، يعني انا لو ليا عمر، ما البنت ما بتعرفش تعوم وهي كانت عايزة تلقي بنفسها وكان مغمى عليها، ويا سبحان الله ليها عمر، والاستاذ وائل برضو ليه عمر وانا ليه عمر، بس يوسف ده ربنا يرحمه بقى، ربنا يرحمه بطل، ربنا يرحمه ويصبر اهله يا رب. الف شكر لك يا فندم. يعني كنا معاكم مشاهدينا، كان معانا لقاء مع واحد من الابطال اللي انقذوا فتاة بعد ما ألقت بنفسها من أعلى كوبري طلخة بمدينة المنصورة. ثلاث شباب فجأوا بأصوات صراخ على كوبري طلخة يوم الأربع أو مساء الأربع الماضي، رموا نفسهم على طول وراء البنت، ما فكروش، ما كانوش يعرفوا مين اللي في المية ولا ديانتها إيه. فلما نزلوا اتفاجئوا ان هي بنت وكمان فقدت وعيها، حاولوا الثلاثه ان هم ينقذوها وبالفعل قدروا ان هم يخرجوها بره الميه، لكن للاسف يوسف يعني استشهد شهيد الشهامه وفقد حياته علشان ينقذ حياه بنت ما يعرفهاش، مختلفه كمان عن ديانته، ما كانش يعرف غير ان في واحده في الميه بتستغيث.